هذا برنامج ساخر هزلي غير حقيقي غير موضوعي وغير محايد، والأحداث الواردة به خيالية ولا تمت للواقع بصلة، وأي تشابه بينه وبين الواقع فهو أغرب من الخيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وحياتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا خرشي، ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي لك مخصوص، ده انا مفضي العالم كله عشان اجي ازورك لوحدي. جاي لي انا؟ جاي اللي عايز مني ايه؟ انا لفيت العالم كله، رحت سور الصين العظيم في الصين وكولوسيوم في ايطاليا، وسمعت ان انت عامل قلق، فجاي لك مخصوص اعرف عنك كل حاجة. معاك مسجد الازهر شخصيا. انا يا سيدي اتبنيت في 7 رمضان 361 من الهجرة، واتأمر ببناية في 24 جماد الاول سنة 359. ايوة بالظبط، قعدت سنتين عشان اتبني وتشوفني بالمنظر اللي انا فيه ده. اتأمر ببناية من القائد جوهر صقلي لما دخل القاهرة واقام الدولة الفاطمية. وانا بجد شاكر اهتمامك بان انت جاي تزورني. فكرتني بأيام لما اتقفلت 100 سنة ومحدش اهتم بيا. الأيوبيين قفلوني 100 سنة علشان كانوا عايزين يوقفوا نشر المذهب الشيعي، وعلشان يقطعوا الفترة بين المذهب الشيعي ونشر المذهب السني. فاهتمامك بيا ده فكرني بماضي كان مؤثر جدا في حياتي. ربنا يبارك له الأمير عز الدين، هو اللي عاد لي تنظيفي وهو اللي جمع لي تبرعات عشان أرجع زي ما كنت في الأول. وانا مكاني اللي انا اتبنيت فيه ده اتبنيت فيه علشان قريب للمصلين وعشان يوصلوا لي بسهوله من جميع المدن. يا خرشي، انا لسه موقفاك على الباب. خش خش يا حبيبي، خش انست ونورت. ما تكملش كلام، ما تكملش، ما دام وصلت للمرحله دي ما تكملش. ما تكملش كلام، بلا جداب بلا قدام. ايه ده ايه ده، ايه الحلاوه دي؟ مش هتعرفني على بناتك ولا ايه؟ خرشي، ايه ده، اخيرا حد جالنا. مين ده يا راجل اللي انت واخده معاك؟ معلش يا جميل، خليها عليا المره دي، نسيتك. اعرفكم ببعض، معايا استاذ كورونا من الصين، المدرسه الطبرسيه. تعرفوا على بعض يا جماعه، فضتكم بعافيه. اخيرا حد جه وزارنا. بقول لك ايه يا اخويا، انا اسمي المدرسه الطبرسيه، ولا يهمني انت كورونا ولا غيره، المهم ان انت جيت وزورتنا. واصلا عندي جوه محراب، احلى محراب، مكتوب معمول كله بالموزايك، بموزايك رخام. وبعدين دلوقتي اصلا جرى عليا الزمن وخلوني اكستنشن للمكتبه بتاعه الازهر. انا انفع بالذمة باكستنشن ده، انا احلى مدرسه في الدنيا. ما خلاص بقى يا مدرسه، انت هتاخدي وقت الفيروس كله، خلينا نعرفه بنفسنا. لو جاي تسأل على القبة يا كورونا، فأنا قبة الحافظ وأنا أشهرهم هنا والكبيرة بتاعتهم. بقولك إيه، أمال أنا يقولوا عليا إيه؟ ده أنا قبة المحراب، أهم واحدة فيكوا أصلا. إيه يا أختي أنت وهي، هو كل واحدة طالعة وباينة للناس تقول إن أنا أشهر واحدة؟ لا يا حبيبتي اسكتي بقى أنت وهي. بس يا أختي أنت وهي، أنتوا بتتكلموا في إيه؟ ده أنا قبة المدرسة الجوهرية، يعني اشيك واحلى واحده فيكم، ولا ايه رايك يا كورونا؟ ده انا اللي بناني الحافظ الدين لله الفاطمي، يعني انا ادمهم. لا لا يا هانم، ده احنا بتوع المحراب، يعني احنا الاساس والباقي شنط واكياس لمؤاخذه. وبعدين ده احنا المعز لدين الله هو اللي بنينا، يعني احنا اتبنينا مع الجامع نفسه. بعدين زينا زي جامع الزيتونه الكبير فوق المجاز بتاع المحراب. لا لا ما تصدقهمش يا كورونا، يا ابني دول المماليك بنوه، مش المعز. يا ولد، بتوع المعز اختفوا والمماليك هم اللي جددوه. اه ومالهم يا اختي المماليك، ده انت شكلك طربتي وخرفتي من قله السياحه. ده انا اللي بناني جوهر القبائي، هو اللي مؤسس المدرسه الجوهريه اللي تحتيه دي، هي والضريح بتاعه الله يرحمه كان مدلعني اخر دلع. قولي لهم يا جوهريه يا اختي، قولي لهم ده لولا جهود المماليك في الترميم والتجديد ما كانش زمان حد عايش فينا اصلا. بس برضو انا اول قبه منقوشه، وكمان بزين المدخل ومرفوع على سكونشز،
وبيشوفوني الناس من جوه وبره المسجد. وانا كمان قبه مزخرفه محافظه على حالتي الاصليه وبميز المدرسه الجوهريه من بره. عايزين ايه تاني؟ بس على فكره انا دوري اهم، بوضح المجاز ولا ايه يا اختي؟ ايوه طبعا يا حبيبتي، احنا اللي موجودين ما بين المحراب من جوه ومن بره عشان نجمع النور والضوء ونجمعه على المحراب. احكم انت بقى يا كرونه يا اخويا، مين اهم واحده فينا؟ يا كرونه، هي الناس بطلت تيجي تزورنا ليه؟ دول كانوا متعبين وبيخبطوا علينا ساعات، بس كانوا والله مونسين وحدتنا. الله يمسيهم بالخير. ان شاء الله هتاخد على قد نيتك. ان شاء الله ان شاء الله هيفرمها من السكل، مش هتعرفوا تلموا في التت. اهراني بنت الصرمه وانا ما بعرفش اتكلم. يا ربنا يحرقها بجد يا ربنا. هشوف فيك اسبوع مش يوم ولا اتنين. يا خبالة دي لو تتقارب وتلزق في عمود كده والنظرة تنطر تشعل بالكهرباء كده. يا اختي بصراحة محتار، كلكم حلوين والشارع محل الأربعة، أمال إيه صحيح بقى الحاجات الطويلة دي؟ صاحبي مين جاب سيرة المأذن هنا؟ أنا كبرهم من 1495، فاهم يعني إيه؟ يعني العصر الذهبي بتاع الحفرة الحجر، يعني 3 شرفات فوق بعض كل واحدة فيهم متشالة على مقرنصات. إيه ده إيه ده، هو مين ده اللي ما يعرفناش وجاي يقول علينا حاجات ومش حاجات؟ ده انا مأذنة الغوري على سن ورمح، يعني اطول واحدة هنا وبروحين. انا صحيح مش مشهورة عشان اخر واحدة اتبنيت، بس انا اكتر واحدة سيمبل وما فيهاش زخارف كتير، وبرضو اجدادهم. ده انا اخر العنقود، ده كفاية ان انا اللي عملني عبد الرحمن كتخد. ده خيره عليكم كلكم ولا انتوا نسيتوا؟ ده هو اللي عمل التوسعة لرواق القبلة ورا المحراب القديم، وكمان عمل محراب وقبة، وما تنسوش ان هو كمان عمل المأذنتين. ايه اشباح في ايه؟ انتوا نسيتوني ولا ايه؟ انا مضطره اسيبكم وامشي كده. استجابه لطلب الاخت ام ساره انا انسحب لانها وصفتني بعدم التهذيب، وهذا غير لا على الهواء مباشره. انا قلت لها على الهواء ان شاء الله يا رب نكون في القمر. انا مالي سيده صفيناس كاظم، نحن على الهواء مباشره. الغي رحلتي. طيب بس ايه ده ايه ده، ايه كل العواميد دي صحيحه؟ امال صحيح انا واخد بالي ان في فتحات شكلها غريب قوي كده، هي دي بتاعت ايه؟ ما تسكت يا كابت العالم انت. هلا هو انت يعني لو سكت هيقولوا له ما اتكلمش اهو. ماشي ماشي يا عم، مع انك خنقتنا بس اديني هقول لك واكسب فيك ثواب. انا اسمي كيل ارشز، مش فتحات كده وخلاص. ما تحضرينا يا عرايس وتردي عليه، ولا انت خلاص عشان هتتجوزي وتسيبينا؟ وبعد اعزائي المشاهدين مع العرايس الفائزين ميرفت وعلاء. ستوب يا تعالي بقى عشان انا سكت. ايوه وانت هبله انت وعيالك وقال لك عليا. بس ايه يا عم الجو الحر اللي عندكم ده، ما تدخلنا جوه نريح شويه. اتفضل يا سيدي، وبالمره اعرفك على اعز صحابي ابو المحاريب. يا اهلا بالفيروس اللي عامل قلق في العالم كله. بقول لك ايه، انت لو فاكر نفسك جامد فعلى فكره احنا اجمد منك. انت لو فاكر ان انا محراب واحد، لا ده انا اتعمل بعدي 12 محراب. هو قص زمن عدى علينا ومش فاضل غير 6، بس احنا جامدين جدا. ويلا سيب حد بقى من الولاد اللي اتعملوا بعدي هو اللي يكلمك عن نفسه. شكرا 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 على ثقتك. شكرا 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 على ثقتك. اهلا، معاك محراب كات خدم، وهتلاقي قدامي 6 أعمدة فوقيهم قبة بتغطيني، وساعات بيقولوا عليا محراب الشيخ دردير. حضرتك ممكن تعرف اكتر لما تكلم المحراب اللي بعدي. انا بقى محراب المدرسة الجوهرية. خلاص؟ امال حضرتك فاكر ايه يا حبيب؟ بسم الله ما شاء الله شغل. انا الشيخ الخرشي، والدي الشيخ جمال عبد الله الخرشي، أحد أشهر علماء زمنه. درست وتعلمت في رحاب المسجد وتتلمذت على أيدي علمائه، ذا عصيت بين الناس سواء العامة أو الخاصة، فكان الحكام يقبلون على شفاعتي، وكانت الطلبة يقبلون على دروسي، وكان العامة يقبلون إلي لينالوا من كرمي وعلمي. فصار كلما صارت جائحة أو شيء استنجدني الناس وذكروا اسمي، ومن هنا انتشرت هذه الكلمة يا خراشي.
يا خراشي يا خراشي.